ناقص واحد يساوي الاوبتمايز النمبر اوف اوبتمايز سيلز. الشرط كده لازم عشان اعمل اوبتمايزيشن لازم الشرط ده يتحقق. وتشغل مجنت. لما جينا نجيب الاوبتيمال سوليوشن كان في شرط كده لازم يتحقق قبل ما اشتغل الطريقه بتاع السيمنج سول او الطريقه بتاع اليونيفايد سوليوشن ميثود اللي هو ايه؟ ايه هو الشرط ده؟ ام زائد ام ناقص واحد بيساوي النمبر اوف اوبتيمايز سيلز. الام اللي هي مين؟ عدد السطور. ام اللي هي مين؟ عدد الاعمال ناقص واحد لازم يساوي عدد الخلايا المشغوله. طب لو الشرط ده ما اتحققش لازم في الحاله دي احقق الشرط قبل ما اشتغل اوبتيمال سوليوشن، لازم سواء بالسيمنج سول او بالموديفاير. طب نحقق الشرط ده ازاي بقى؟ ده اللي هنتكلم عنه في اول مساله الاول. حد معانا سنين سبعة يدينا اللي هي الديجينرسي. ايه هي الديجينرسي دي بقى؟ اللي هو لو الشرط اللي عندي ده ما اتحققش يبقى لازم انا اعمل احقق الشرط ده. فاحنا هنتكلم دلوقتي على الديجينرسي بتاع ترانسبورتيشن بروتوكول. ايه هي الديجينرسي بتاع ترانسبورتيشن بروتوكول؟ عشان نحقق الشرط ده هنبدا فيه مثال. احنا لسه في ترانسبورتيشن بروتوكول بس هندي مثال مختلف شوية عن طريقة حلوه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوكتين ذا انيشيال بيزك اللي عندي
كلام توديعات اي وبي وسي ودي وي. الفرع الاولاني بتاع الشركه فيه 35، الفرع الثاني 40، الثالث 20، الرابع 30. لو جينا جمعنا الصيدلي هنا كام؟ 125. فلو جينا جمعنا المخازن بتاع المستودعات 20 20 40 86 90 برضه كام؟ يبقى مشكلتي ان دي مشكله ايه؟ متزنه. بس يبقى هنا 125، يبقى انا طالما المجموع ده متساوي يبقى دي مشكله النقل المتزنه. بيقول لي الفرع الاولاني بتاع الشركه تكلفه النقل بتاعته للفروع 10 2 3 15 9 وهكذا الباقي. بيقول لي هات حاجتين، اول حاجه هات الحل الاولي، وبعد ما تجيب الحل ده اعمل له اوبتمايزيشن باستخدام صريف اليو في ميثود اللي هي الموديفايد ديستريبيوشن. احنا قلنا اليو في ميثود او موديفايد ديستريبيوشن او مودي كلها اسامي واحده. يبقى انت هنا هات الحل واعمل له اوبتمايزيشن، وكمان عايزك تجيب الحل باستخدام طريق مين؟ اللي هي مين؟ ليست كوست. ليست كوست مش ليست كوست. الحل الاولي كنا شرحنا كام طريقه؟ ثلاثه، النص والمينيمم والفوجل. المينيمم قلنا اسمها مينيمم او اسمها مين؟ ليست كوست. يبقى دي الطريقه اللي هي في النص، اللي هي الطريقه بتاع المينيمم كوست. مينيمم كوست او بنسميها ليست كوست، الاثنين واحد. اقل تكلفه ليست كوست او مينيمم كوست. طب انا عشان احل ده باستخدام المينيمم كوست او الليست كوست ببص اقل خليه في التكلفه بتاع النقل. اثنين. اقل حاجه اثنين، الاثنين هنا واثنين هنا، خد اي واحده فيهم. كبيره بقى النقطه الكبيره. ماشي. ها؟ طيب اللي قاعد بقى منتبه معايا، تعالى ناخد الاثنين. لما اخد الاثنين اللي هي اقل خليه تكلفه، انا هحل المساله باستخدام المينيمم كوست. الاثنين دي الديماند هنا كام؟ وهنا 35، اخد الاقل يبقى احط هنا 20. يبقى اقل مثلا دي كده يبقى هنا زيرو، طالما ده صفر يبقى دول كده خلاص اتصفر. طب دي 20 هاخدها من 35 ببقى هنا كام؟ 15 كده انا خلاص. نشوف المينيمم كوست اللي بعديها، اقل خليه تاني اهي 2. هنا 40 وهنا 10 يبقى ناخد ال 10، يبقى هنا ده راح، يبقى دول ما فيش حاجه فيهم. طب لما تكون دي 10 يبقى دي بقى كام؟ 30. طب اقل خليه تاني بعد الاثنين 3. الديماند هنا 40 وهنا 15، ناخد ال 15 يبقى هنا ده اتصفر، طالما اتصفر يبقى ده راح وده راح. طب ال 15 اخسرها من ال 40 يبقى تبقى 25. طيب بعد الثلاثه اقل خليه فين؟ 4. ايه؟ 4 4 ايه؟ طب هنا 30 وهنا 35، ناخد ال 30 يبقى هنا دي اتصفرت، طالما اتصفرت يبقى ده راح وده راح. طب ال 30 اخسرها من 35 بتلاقيها 5. اقل خليه بعد ال 4 تاني؟ 8. مين؟ 8. 8 ال 8 هنا 5 وهنا 30، احط هنا 5 يبقى دي راح، يبقى هنا 25. بعد الثمانية أقل خلية مشوفة. ال 15 هنشيلها الأول. نصفر. دي 8 دي 5 دي خلاص دي صفرت يبقى دي واحد. أقل خلية بعد كده مين؟ 13. هنا 25 وهنا 25 يبقى نحط 25 يبقى دي صفرت يبقى ده، ودي صفرت يبقى دي راح يبقى ده راح. 14 و 14 و 15 14 اتصفرت يبقى مفيش غير مين؟ 15. هنا 20 وهنا 20 يبقى نحط هنا 20 يبقى ده اتصفر وده اتصفر كده. انا خليتها باستخدام مين؟ المينيمم كوست او الليست كوست. يبقى تعالى تجيب التوتال كوست، يبقى التوتال كوست هيساوي كام؟ التوتال كوست هيساوي مالين بقى؟ 20 في 2 2 في 20 زائد 3 في 15 2 في 10 2 في 10 زائد 4 في 30 في 30 ها؟ 15 في 20 زائد 15 في 20 زائد 25 في 13 13 في 25 ها؟ 5 في 8 8 في 5. نحسب
احسب ده كده تقريبا 398 390 بس مش فاكر 390 ده كده التوتال كوست الحل الاولاني. بعد كده بيقول لي تعالى بقى اعمل ايه اوبتمايزيشن باستخدام طريقه مين الموديفاي ديستريبيوشن او اليو في ميثود. تعالى بقى عشان نعمل عشان نجيب تو فايند اوبتيمال سوليوشن تو فايند اوبتيمال سوليوشن نعمل ايه؟ تعالى نكتب الجدول. الجدول اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي اهو النهائي بقى عشرة عشرة اثنين ثلاثة ثلاثة خمستاشر أربعة خمستاشر أربعة تسعة تسعة لا تسعة فوق مش أربعة في الإيه يا دب في خمسة إيه يا دب إيه أول واحدة في الإيه أول واحدة تحت الإيه على طول إحنا غلطنا فقلنا أربعة فبي هي تسعة كرب من نفسه يا ابن نين أربعة شو كم 15 خمسة 15 خمسة 14 سبعة 15 20 15 13 25 8 تعال بقى نحط الخلايا المشغوله الخلايا المشغوله هنا 20 ها 15 هنا 15 نزل تحت 10 دي تحت الاثنين هنا 10 30 ودي 30 خلايا المشغوله 20 في الاول 20 25 تحت 8 13 خلايا المشغوله ثاني تحت 13 25 8 انا كده ده الحل اللي انا جبته عشان نجيب الاوبتيمال سوليوشن بقى انا هستخدم كده ايه تعال بقى يوزنج اللي هو الموديفايد ديستريبيوشن او اللي هي بنسميها يو في ميثود نشوف بقى هنا ايه الخلايا المشغوله هنا كام واحد ها سبعة اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى الشرط M زائد N ناقص واحد لازم يساوي النمبر of occupied ناقص واحد سبعة. طب ال M عدد الصفوف أربعة ال N عدد الأعمدة خمسة ناقص واحد أربعة زائد خمسة تسعة ناقص واحد يبقى تمانية. طب التمانية النمبر of occupied ستة طلع كام؟ يبقى طلع ده ما بيساويش ده خلي بقى اول واحده بصفر يبقى الشرط ده الاولاني ده ما طلعش متحقق لا مش اول واحده بقى مش اول واحده هنشوف بقى نخلي بقى مين هي كانت المساله بس كان عطيتها اول واحده بس مش يعني احنا اكتشفنا بقى ان في الجينيرسي عشان احط خليه لازم دلوقتي احقق الشرط عشان احقق الشرط لازم احط خليه لها قيمه فباخد اقل خليه في القوس مين بقى؟ أقل خلية في الكوست بس أقل خلية فاضية أقل خلية إيه؟ فاضية فنيجي للخلايا الفاضية الخلايا الفاضية أقل واحدة في الكوست كام؟ خمسة خمسة في اثنين خمسة أقل خلية فاضية في الكوست أقل خلية فاضية في الكوست ونحاول نعمل عندها لوب نحاول نعمل عندها إيه؟ لوب إحنا عارفين اللوب طريقته إزاي؟
ان انا لما امشي يا اما افقي يا اما ايه ولازم اقف في خليه مشغول. لو انا جيت عند اقل خليه فاضيه في التكلفه وجيت اعمل لوب وما اتعملش يبقى هي دي الخليه اللي عليها العين. تعال نمسك الخليه دي مثلا الخمسه دي. هل تعرف تعمل لي لوب عند الخمسه دي؟ لا. واحد يجرب يقول لي ايه همشي كده. طب لو انا مشيت كده ينفع اطلع فوق او تحت؟ لا لا. طب همشي كده ادي ماشي هقف هنا صح. طب هاجي جاي هقف هنا صح. طب هاجي هنا صح. طب انت عليك ازاي؟ اقل خليه فاضيه لما اقف عندها لو ما عرفتش اعمل لوب يبقى هي دي الخليه المقصوده. طب اذا عرفت اعمل لوب اشوف واحده اللي بعديها اللي اعلى في الكوست يعني اللي اعلى في ما هي دي خمسه. طب دي برضو اقل حاجه تاني هنا خمسه اهي اجرب دي. طب دي نفعت عملت لوب ودي عملت لوب اشوف اقل خليه بعديهم خمسه يبقى بعديها مين؟ سبعه اجرب اللي ما تنفعش تعمل عندها لوب. فانا اقل خليه هنا بخمسه مش هعرف اعمل عندها لوب يبقى هي دي الخليه اللي انا لازم احط لها قيمه. طيب احط لها قيمه كام؟ فانا هفرض بقى ان الخليه دي معرفتش اعمل عندها لوب اهو احط لها قيمه وليكن اسمها ايبسون. اي قيمه؟ قيمه وهميه وفي الاخر القيمه الوهميه دي اعتبرها زيرو. انا حطيت لها قيمه وهميه ايبسون. طب لما حطيت لها قيمه وهميه ايبسون اصبح السبلاي هنا كام؟ السبلاي هنا كان كام؟ 35 صح؟ السبلاي هنا كان كام؟ 40 وهنا؟ هيبقى 20 زائد ايبسون وهنا السبلاي كان كام؟ 30 يبقى اصبح المجموع هنا كام بقى؟ 125 زائد ايبسون. 125 زائد ايبسون. طب هنا الديماند كان كام هنا؟ هنا بقى 20 زائد ايبسون. هنا يبقى كام؟ 40 هنا كام؟ 10 وبالتالي لما اجي اجمعه برضه هيطلع 20 525 زائد مين؟ زائد ايبسون. هو ده طب الاتجاه ولا هو؟ هنا الديماند. هنا السبلاي اللي انت حطيته كده الشرط بتاعي اتحقق ان ام زائد ان لما حطيت كده ايبسلون اصبح كده اذا ام زائد ان ناقص واحد طلعت بيساوي 4 زائد 5 ناقص 1 طلعت بيساوي 8 وهنا النمبر اوف اوكوبايد عدد الخلايا المشغوله وبايت سيل طلع بيساوي 8 يبقى الشرط هنا اتحقق لما حطيت دي اكس. طيب بعد كده طريقه اليو في ميثود بتعمل ايه؟ بتقول لي بسمي دي يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 هنا في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 ودايما بنحط اليو 1 بكام؟ تعال بقى نطبق قانونين. كان في قانون بيقول لي كده الاوكوبايد سيل سي بي سي دي اي جي الاوكوبايد سيل وكان في ام بي تي سيل. الاوكوبايد سيل كان سي اي جي بيساوي يو اي زائد في جي والام بي تي سيل كان في اي جي بيساوي سي اي جي ناقص يو اي ناقص في جي. تعال نعوض لما يكون ده بصفر دي 3 ب 3 يبقى لازم في 2 بكام؟ 2 عشان صفر زائد كام يدي 2؟ يبقى أول حاجة جبتها إن الخلية دي ب 2 دي 3 ب 3 وفي 2 وفي 3 برضه ب 3 ها؟ مش كده لا في كام؟ خلاص كده أنا استخدمت دول. تعال بقى في 2 بكام؟ باتنين ودي كام؟ يبقى لازم دي تكون بكام؟ فدي ثلاثة. طيب في ثلاثة بثلاثة انزل. طب في 13 يبقى لازم دي كام؟ 10. طيب نيجي هنا يو 4 ب 10 في 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 3 بثلاثة يبقى لازم دي واحد او يو 3 بثلاثة يبقى لازم دي بكام؟ ب 12 عشان مجموعهم يبقى 15. يو 4 طيب نيجي الخلايا المشغوله تاني 8 4 اللي هي دي 10
هتجمع عليها كام عشان تدي 8؟ سالب 2. طب لو دي سالب 2 عشان تبقى 4 يبقى لازم يكون كام؟ 6. ناقص مين؟ 4. دي 4. طب دي 4 هتجيبها من هنا. طيب دي ب 6 يبقى لازم دي سالب 4 عشان تجمعهم يدي 2 يبقى دي سالب 4. كده انا حسبت اليونت. تعالى بقى نجيب مين؟ الام بتسلم. فين الخلايا الفاضيه بقى؟ مليني بقى؟ بي واحد واحد اللي هي صف اول عمود اول. بي واحد اربعه وبي واحد خمسه. ها؟ بي اتنين واحد وبي اتنين اتنين واتنين تلاته. بي اتنين واحد وبي اتنين اتنين وبي اتنين تلاته. الخلايا الفاضيه. بي 3 3 و 3 4 و 3 5 3 3 و 3 4 و 3 5 ها بي كام؟ بي 4 1 و 4 2 و 4 4 في الغالب دايما ده الحل اللي انا جبته باستخدام مين؟ المين فوق. هل ده هيطلع اوتوماتيك؟ لا. لا لازم على الاقل ان ده مش هيطلع اوتوماتيك. لازم اعمل يا خطوه يا اتنين. اقل حاجه. فده الحل مش هيطلع اوتوماتيك. تعال نشوف هو مش هيطلع اوتوماتيك ازاي. السي بي واحد واحد. السي بتاعتها بكام؟ 10. 10. يبقى 10 ناقص 0 ناقص 12. اهو اول حاجه طلعت زائد. عشان نتاكد ان الحل ده مش اوتوماتيك. بي واحد أربعة مالين 15 ناقص 15 ناقص 0 ناقص سالب 4 19. بي واحد خمسة 9 9 ناقص 0 ناقص سالب 2 يبقى 11. بي 2 واحد 5 ناقص 6 5 ناقص 6 ناقص 12 5 ناقص 6 ناقص 12 يبقى تطلع سالب 13. بين اتنين اتنين ها مليه 10 ناقص 6 ناقص 2 10 ناقص 6 ناقص 2 يطلع ب 2 2 3 15 ناقص 6 ناقص 3 15 ناقص 6 ناقص 3 يبقى تطلع 15 ناقص 9 يبقى 6 3 3 14 ناقص 3 ناقص 3 14 ناقص 3 ناقص 3 يبقى 8. بي 3 4 7 ناقص 3 ناقص ناقص 4 يبقى 7 ناقص 3 ناقص ناقص 4 تطلع 8. 3 5 15 ناقص 3 ناقص ناقص 2 15 ناقص 3 ناقص سالب 2 يبقى تطلع نتيجة 14. 4 1 20 ناقص 10 ناقص 12 20 ناقص 10 ناقص 12 يبقى تطلع سالب 2. 4 2 15 ناقص 10 ناقص 2 15 ناقص 10 ناقص 2 تطلع 3. 4 4 25 ناقص 10 ناقص 4 25 ناقص 10 ناقص سالب 4 19 يبقى تطلع 19. اشوف الحل ده مش اوبتمايزر. اكبر قيمه سالبه اللي هي سالب 13. يبقى هي دي اللي هعمل من عندها الايه؟ اللوب. اللوب. عايز كده؟ تعالى بقى فين هي؟ البي 2 1 اللي دي 2 1 هي دي. يبقى لازم هعمل لوب هنا. 5 دول. 5 دول. هي بي كام؟ 2 1 2 1 طبعا اللوب ممكن ايه؟ ركز بقى معايا عشان اللوب هنا يعني شكله كده عايز تنزل عند 20؟ لا مش تنزل لا مش تنزل عند 30 كده اهو تروح للابسلون اول حاجه ده موف اروح هنا فوق اطلع فوق يمين انزل هنا لحد الاخر لحد هنا لحد 15 انزل هنا يمين ايه احنا نلف بتاع فوق نطلع فوق نرجع تاني هنا نطلع فوق نرجع تاني هنا هو ده اللوب
ركز معايا مشيك كده 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 حط اسمه دوب ده نعرف انا رايح فين. هذا اللوب بتاعي حط الاشارات موجه هنا سالب موجه سالب موجه سالب موجه سالب هو تيم بتاع. كان ممكن واحد بدل ما يمشي كده يجي جاي كده الاول كده 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 سواء مشيت مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه كده. بعد ما عملت اللوب اخد اقل قيمه سالبه في القيم اللي هنا مش القوست. اقل قيمه في الايه؟ في المخزن مش القوست. اقل قيمه سالبه اللي هي سالب 20 هنا سالب 20 هنا سالب 25 هنا سالب 30 اقل حاجه 20 اطرحها من السوالب واجمعها على الموجب. تعال نشوف هيبقى الجدول شكله ازاي. موجب نحط عليها 20 هنا هيبقى موجب يبقى احط هنا 20 خمسه خمسه دي سالب خلاص 20 و20 واحد هنا احط 20 اكسلنت زائد 20 هتبقى 20 زائد اكسلنت خمسة تحت نطلع فوق الاثنين جهة فوق دي هتاخد عليها 20 بس يبقى 5 و30 هنزل تحت عند ال 13 دي هتبقى 5 هنقص عند ال 8 دي هزود 20 25 هطلع فوق عند ال 10 دي ما فيش حاجة واقفة فيها يعني دي ما فيهاش لوب يبقى ينزل اللي ما فيهاش لوب تنزل كده خلاص صح كده؟ تعالى نحقق الشرط تاني بتاع الام زائد ام ناقص واحد لازم يساوي النمبر اوف الكوالتي. عد الخلايا المشغوله كم؟ اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. يبقى في الحاله دي الشرط مش متحقق يبقى مش هينفع اعمل اوبتمايزيشن. لازم احقق الشرط. نشوف اقل خليه فاضيه. اثنين اثنين. هل الاثنين دي نعرف ان نعمل عندها لوب؟ تعال نجرب. لا اه تعال شوف تعرف ازاي. هل جاي هنا ماشي هنزل هنا ماشي اروح هنا ماشي عند ال 10 اقطع عند ال 10 اروح عند ال 20 سويت عند ازاي؟ شايف يبقى لو مشيت كده مش هعرف اجي لو مشيت كده برضه مش هعرف اجيب لوب. لا تجيب حد لو مشيت كده اه مش هجيبها. انت في الحاله دي استحاله استحاله اجيب لوب عندها. يبقى في الحاله دي اسمي القيمه هنا مين؟ يبقى اصبح المجموع هنا كام ده؟ زائد 2 اكس زائد 2 واصبح المجموع هنا 35 زائد مين؟ واصبح هنا المجموع هي 25 زائد 2 اكس. كده اتحقق الشرط ان ام زائد ام ناقص واحد اللي هي 4 زائد 5 ناقص واحد طلع ب 8 والنمبر اوف اوكوبايد سيل طلع برضه بيساوي 8. طيب حققت من الشرط نعمل ايه؟ يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 اليو واحد كنا دايما بنحطها كام؟ تعال نحسب اليو هات ده زيرو زائد كام؟ يبقى ده باتنين زيرو زائد كام؟ يدي ثلاثة يبقى ده ثلاثة. طب نيجي هنا طب ده اتنين أجمع عليه كام عشان يدي خمسة يبقى ثلاثة. طب ده ثلاثة أجمع عليه كام عشان يدي 13 ده 10. طب ده 10 عشان يبقى 8 سالب 2 طب ده سالب 2 عشان يبقى 4 ده 6 ده 6 طب ده 6 عشان يبقى 5 لازم ده يبقى سالب 1 طب ده 6 عشان يبقى 2 يبقى لازم ده سالب 4 كده حسبت اليو ليه؟ هل في مشكلة حساب اليو فيه؟ طيب بعد ما حسبت اليول في تعال نجيب الايه؟ الخلايا الفاضيه كام وكام؟ بي 1 1 هنا على فكره هيطلع كلهم ان
شاء الله ممكن. ان شاء الله. بي واحد واحد. ها؟ بي واحد اربعة. بي واحد اربعة. بي واحد خمسة. ها؟ بي اثنين اثنين. بي اثنين اثنين. بي اثنين ثلاثة. بي اثنين ثلاثة. بي ثلاثة واحد. بي ثلاثة واحد. بي ثلاثة ثلاثة. بي ثلاثة أربعة. بي ثلاثة خمسة. بي ثلاثة خمسة. ثلاثة خمسة. بي أربعة واحد. بي أربعة واحد. أربعة. بي أربعة اثنين. أربعة أربعة. بي أربعة أربعة. تعال إن شاء الله يطلع موجة. تعال شوف. أول واحد. بي واحد واحد. أقول عشرة ناقص صفر ناقص ناقص واحد. عشرة ناقص صفر ناقص سالب واحد يطلع 11. واحد أربعة. 15 ناقص صفر ناقص 15. ناقص صفر سالب 4 طلع 19 مظبوط. الحمد لله. 9 ناقص صفر ناقص سالب 2 11 مظبوط. 2 2 2 10 6 ناقص 2 10 ناقص 6 ناقص 2 مظبوط. 2 3 15 ناقص 6 ناقص 3 يبقى 15 ناقص 3 15 ناقص 3 سالب 1 15 ناقص 3 سالب سالب 1 يبقى تطلع 13 3 3 14 ناقص 3 ناقص 3 يبقى 8 3 4 3 4 7 ناقص 3 سالب 4 7 ناقص 3 سالب سالب 4 يبقى 8 15 ناقص 5 15 ناقص 3 وسالب 2 15 ناقص 3 وسالب 2 14 4 1 20 ناقص 10 ناقص ناقص 1 20 ناقص 10 سالب 1 يبقى 11 4 2 15 ناقص 10 ناقص 2 يبقى 3 4 4 25 ناقص 10 الحمد لله سالب سالب 4 يبقى تطلع نتيجه ب 19 طلع كل موجب يبقى الحل ده هو ده اللي بنسميه ايه الاوبتيمال سوليوشن. طب بعد ما جبنا الاوبتيمال سوليوشن نجيب بقى التوتال ايه كوست. ابسلون دي خليه وهميه انا حطيتها بعتبرها زيرو مش موجوده. يبقى كانت الكوست هنا بقى التوتال كوست هيساوي مالين بقى الابسلون دي خلاص بقى كانت ب 0 يعني كانت حطيت الكوست ب 0 3 في 35 5 في 20 2 في 10 زائد 4 في 10 20 في 5 زائد 5 في 20 لان حطيت الابسلون ب 0 13 في 5 زائد 13 في 5 8 25 زائد 8 في 25 اسمع الكلام ده تقريبا المقارنه شويه 550 530 كم؟ 530 طيب كده 5 متأكد؟ 630 هو ده اقل تكلفه عندي مفيش بعدين هو ده المينيمم فهمنا الجينيرسي لما يكون في الشرط بتاعها ابص اقل خليه فاضيه في التكلفه واحاول اعمل عندها لوب ما عرفتش اعمل عندها لوب يبقى بسميها ابسلون وبعد كده احقق الشرط احسب اليو والفي وبعد كده اجيب الخلايا الفاضيه اذا طلعت فيها قيم سالب يبقى ده مش الاوبتيمال اعمل تاني واحقق شرط التجينرس اذا اتحقق كان بيع ما اتحققش اسمي ابسلون عند اقل خليه فاضيه بس بشرط ان هي ما تجيبش عندها نور هو ده اللي التجينرس بتاع الترانسبورتيشن كده احنا خدنا الترانسبورتيشن بروبلم في كل اشكالها يا اما بالانس يا اما ان بالانس وخدنا كمان لما يكون عندنا تجينرس في الترانسبورتيشن بروبلم تعالى بقى هنتكلم على الاساينمنت بروبلم اللي هي بنسميها مشكله التخصيص
عشان نفهم مشكلة التخصيص دي كان عندنا مثلا مشكلة التخصيص دي عندي مجموعة مثلا من العمال أي مجموعة مثلا مجموعة من العمال والعمال دي لو هو عمل المهمة الأولانية ودي مجموعة مثلا من الايه من المهام بتاعتهم بيقول لي العامل ده لو عمل الوظيفة الأولانية ده مثلا هيعملها مثلا في 10 دقايق ده هيعملها لو عمل الوظيفة دي مثلا هيعملها مثلا ايه او دي ممكن تقول المبالغ اللي هي ايه لو يعني لو قام بالمهمة دي هياخد 10 قام بالمهمة الثانية هياخد 12 سواء زمن او فلوس قام بالمهمة دي هياخد 7 قام بالمهمة دي هياخد 4 طب والعامل الثاني لو هو عمل الوظائف دي لو هو قام بالمهمة الأولانية ياخد 7 هنا ياخد 8 هنا ياخد 12 هنا ياخد 14 هنا لو العامل ده قام بالمهمة دي ياخد مثلا ايه 1 هنا ياخد 8 أو 9 هنا ياخد 7 هنا ياخد 20 هنا ياخد 4 5 12 13 مثلا أنا عايز بقى أجيب أمثل حاجة أو أحسن حاجة يقوموا بيها العمال دي في زمن مثلا يعني هنقول ده هنعتبر ان دي ده الزمن العامل الاولاني لو عمل المهمات دي هياخد هنا مثلا ايه الجوب الاولانيه دي هيتكلف هيقعد 10 دقائق هنا 12 هنا 7 هنا 4 هنا انا عايز اجيب البورتبل بتاع الكلام ده يعني اجيب ان كل واحد من دول يعمل انهي وظيفه في دول يكون احسن حاجه وده نفس الكلام وده وده في طريقه بقى هنا اسمها طريقه الهنجاريان ميثود اول حاجه لازم الاول نتاكد منها ان ايه الاساينمنت دي اللي هي مشكله التخصيص دي بنسميها اساينمنت يعني تخصيص اساينمنت بروبلم اللي هي مشكله التخصيص ازاي اخصص بقى ده يقوم بأي مهمه وده يقوم بأي مهمه وده يقوم بأي مهمه اول حاجه في الاساين بروبلم لازم نكون متاكدين برضو ان هي فيها نوعين منها في ممكن تكون بالانس بالانس انت لو عدد الصفوف يساوي عدد الاعمدة دول كم صف ودول كم عمود يبقى دي بالانس طب لو عدد الصفوف لا يساوي عدد الاعمدة يبقى دي انبالانس يبقى اذا الاساينمنت بروبلم بنعتبرها حالة خاصة للترانسبورتيشن بروبلم اللي احنا كنا شغالين فيه وفي منها بالانس وفي منها انبالانس طب لو هنفترض ان انا في عندي هنا هنفترض كده بلس طب هنفترض ان في كمان 5 وهنا مثلا ايه 7 10 11 14 اصبحت المشكله هنا بقى مش مشكله متزنه لان عدد الصفوف هنا كام وعدد الاعمده 4 يبقى لازم انا اضيف عمود واحد زي ما كنا بنعمل في الاساينمنت المرور الاساينمنت كنا بنعمل ايه كنا بنضيف ايه ضامن رو او ضامن كل هنا برضو نفس الكلام المشكلة دي مشكلة غير متزنة أنا عشان أحلها لازم أضيف عمود وهمي طب العمود الوهمي اللي هضيفه ده أعتبره بي وأحط الزمن بتاع المهمة بتاعته زيرو يعني العامل ده يقوم بالمهمة دي بزيرو زيرو 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 لأن هو وهمي مش موجود يبقى الزمن بتاعه أعتبره بزيرو أو الكوست بتاعه أعتبره بزيرو كده أصبحت المشكلة دي مشكلة متزنة يبقى زي ما كنا بنعمل في الترانسبورتيشن بروبلم لو المشكله غير متزنه كنت بحولها للمتزنه هنا نفس الكلام لو الاساينمنت عدد الصفوف بيساوي الاعمده يبقى متزنه عدد الصفوف لا يساوي الاعمده يبقى غير متزنه احولها للمتزنه طيب بعد ما احولها للمتزنه احل الاساينمنت بروبلم دي ازاي يقول لي عشان احل الاساينمنت بروبلم دي في طريقه اسمها طريقه هنجاريان ميثود نسبه الى العالم يعني اللي اكتشف الطريقه تعالى احنا عشان ناخد الاساينمنت بروبلم هاخدها على مثال وابدا احل لك ايه المثال هشرح لك الطريقه بدل ما اقعد اكتب كلام كبير في الطريقه
تعالى نشوف ازاي نحل الاسايمنت بروبلم على مثال نفهمه اكتر. الكلام هتلاقيه موجود عندك في المذكره. بيقول لي سولف ذا فولوينج اسايمنت بروبلم. سولف ذا فولوينج اسايمنت بروبلم يوزنج هنجانيان ميثود. هي الطريقة بتاعتنا. The matrix entire represent. تقول لي كده الماتريكس اللي عندك دي. The matrix entire represent. بس الايه؟ The processing time in hours. مثل عدد الساعات. عدد عمليات الساعة. الساعات في الايه؟ عدد عمليات الساعة. الزمن في 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 الساعة. وجايب لي مشكلة جدول كده ماتريكس اهو. تعال نشوف الماتريكس دي عبارة عن ايه؟ هنا واحد اثنين ثلاثة مجموعة من العمال مثلا او المهندسين مثلا ودي الوظائف اللي هيقوموا بيها. دي الشوبس. دي الشوبس. ودي الاوبريتور العمليات اللي هيقوموا بيها. خمسة كده متزنة. وجايب لي الوظيفة الأولانية هتاخد زمن 9 هنا 11 هنا 14 هنا 11 هنا 7 6 15 13 13 10 12 13 6 8 8 11 9 10 12 9 7 12 14 10 14. وعايزك تحل دي عشان تجيب الزمن الكلي بقى اللي هيقوموا بيها. يعني مثلا هل الوظيفه الاولانيه هختار لها انهي اوبريتور في دول؟ الوظيفه الثانيه احسن حاجه هختار لها مين؟ الوظيفه الثالثه هختار لها مين في دول؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ الوظيفه الرابعه هختار مين؟ الوظيفه الخامسه هختار مين؟ فاول حاجه ابص ليها عدد الصفوف هنا يساوي عدد الاعمده. تيجي نسميها بالانس بالانس اساينمنت بروب. طيب بكده اصبحت المساله دي بالانس لان عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمده. خمسه وهنا خمسه. بيقول لي اول حاجه بقى اعمل ايه؟ بيقول لي عشان اجيب الحل بتاعي بعمل كذا خطوه. اول خطوه بعملها بجيب حاجه اسمها الروم ريدكشن. ايه الروم ريدكشن؟ الصف الاولاني اقل خليه فيه كام؟ اقل خليه تطرحها من الكل. هو ده رول ريدكشن. رول ريدكشن يعني نجيب اقل خليه ونطرحها من الكل. تعالى بقى اقل خليه ست. سته كل صف اربعه خمسه ايه ادينا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أقل خلية هنا توف كان سمك بتاعها سبعة اطرحها من كل تسعة من سبعة اثنين ها أربعة.
14 بيطلع منها 7 يبقى 7 ها 4 11 من 7 من 4 زيد تعالى للصف الثاني نفس الكلام الصف الثاني اقل خليه فيه كام تطرحها من الكل يبقى 0 ها 9 7 7 4 الصف الثالث اقل خليه اطرحها من الكل 7 صف الرابع 9 اقل خليه 9 اطرحها 2 0 1 3 0 الصف الرابع اقل خليه 7 اطرحها من الكل 0 5 7 ثلاثة سبعة ده اسمه ايه بالروغ ايه عرفنا جنازات خدنا اقل خليه في كل صف وطرحناها من الكل زي ما عملنا برودكشن هنعمل كولوم برودكشن بس على الجديدة بس على الجديدة مش على الاصلية نيجي هنا كده نيجي جايبين الخطوة التانية كولوم لما اجي ابص كده ادي الجدول ادي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 لما اجي ابص الكولوم الاولاني لما بعمل الريدكشن كان هو فيه زيرو لما اجي اطرحه منه هيبقى هيتغير يبقى ينزل زي ما هو اللي هو مين 2 0 6 2 0 هو ده كولوم الاولاني اللي بعده كذلك 4 9 7 0 5 اللي بعده فيه صفر خلاص يبقى كولوم الريدكشن ينزل زي ما هو 7 7 0 1 7 هنا بقى الكولوم ريدكشن اقل قيمه 2 اطرحها بقى من الكل يبقى هنا 2 5 0 1 1 ده في صفر خلاص طب انا لما اطرح 0 هيفضل زي ما هو اللي هو 0 4 2 0 7 ده الكولوم ايه؟ بعد ما جبت الرو ريدكشن والكولوم ريدكشن بيقول لي بقى عايز اجيب اغطي الاصفار يعني ايه يغطي الاصفار؟ يجي بعد كده طريقة الهنجانية بتقول ايه بقى؟ خلاص انت جبت الرودكشن وكل رودكشن، تعالى ليه؟ امسك الصف الأولاني إذا لقيت فيه صفر إذا لقيت فيه صفر حط عليه سكوير مربع كده واحذف العمود بتاعه كله قلت انا كده بتقول ايه وعايز يغطي الاصفار يغطي الاصفار ازاي قول خد الصف الاولاني اذا جيت في صفر حط عليه سكوير مربع كده واحذف العمود تعالى للصف الثاني في صفر خد عليه سكوير واحذف مين العمود بتاعه الصف الثالث في كام صفر؟ اعمل اسكيب اهرب منه وروح للصف اللي بعده يعني ايه الصف اللي فيه صفرين لا عديه لا فيه صفرين خلاص هسيبه الصف اللي بعده لا مش فيه صفرين خلي بالك ما انت ده حذفته الصف الرابع فيه كام صفر؟ واحد بس ما هو ده انا حذف يبقى احط عليه سكوير واعمل ايه؟ حذف واحذف العمود بتاعه الصف الاخراني فيه اصفار يبقى انا بدات بالصف الاولاني الثاني الثالث الرابع الاخير بعد كده بعد ما عملت العمليه دي على الصفوف اعملها على مين؟ على احمد العمود الاولاني خلاص انا حذف العمود الثاني انا حذف العمود الثالث فيه اصفار يبقى نيجي حاطين سكوير عليه ونحذف الصف بتاعه هل في اصفار تانية؟ انا كده غطيت الاصفار كلها بس لما عملت غطيت الاصفار كلها عملت كام مربع؟ واحد ها
اثنين ثلاثة أربعة. يعني عدد المربعات اللي عملتها أربعة. دكتور. نعم. معلش تاني عشان تتكلم. هقول تاني بس هكمل هنا حاجة. عدد المربعات اللي عملتها كام؟ أربعة. أربعة. طب الماتريكس اللي عندي دي كام في كام؟ هل أربعة تساوي الخمسة؟ زود في الحالة دي لازم أعمل حاجة تاني. نعمل إيه؟ بس الأول تعال الأول ليه؟ أنا ما كتبتلكش الكلام ده كله، أنا هقعد أكتب لك الكلام ده أنا شرحها لك علشان عشان تفهم. تعال تاني عشان خاطر زميلنا اللي كان قايل. على فكرة بسيطة جدا الاسايمنت، بس انت ايه ركز فيها هتلاقيها بسيطة كله كده انت الاستاذ. تاني انت فرور ردكشن وكل ردكشن كده مشكلة. نيجي هنا بعد ما جبنا كل ردكشن عايزين نغطي الاسفار. يعني ايه نغطي الاصفار؟ نيجي للصف الاولاني. الصف الاولاني فيه كم صفر؟ صفر واحد. احط عليه مربع واحذف العمود بتاعه. الصف الاولاني احذف العمود بتاعه يبقى ده كده. نيجي للصف الثاني. ها؟ في صفر اهو وفي تسعه وسبعه وخمسه. ده خلاص دي متشال. يبقى في صفر واحد احط عليه مربع واحذف العمود بتاعه. طب نيجي للصف ده. الصف ده كان فيه صفرين طبعا دول اتشالوا، في صفر وصفر ما ينفعش او اهرب منه الوقت خليه اللي داخل. هربت منه سبته خدت اللي بعديه. في كام صفر؟ مفيش صفر. فيه ايه؟ صفر واحد. مفيش. هو ده انت حاسب وده انت حاسب. لا ده انت حاسب بس في واحد ادي معلم عليه واحذف العمود بتاعه لان ده مش مكسور. نيجي بقى للايه للصف ده. ده راح وده راح وده ما فيش اصفار. يبقى في الحاله ديتي انا كده مشيت العمليه دي على الصفوف. تعال نمشيها على الاعمده. العمود الاولاني متشال، العمود الثاني متشال، العمود الثالث في صفر واحد اعلم عليه واحد في الصف بتاعه. واحد في الصف بتاعه. هل بقى في اصفار ثانيه؟ كده انا غطيت الاصفار كلها. بس لما اجي اشوف الاصفار اللي غطيتها واحد اثنين ثلاثة أربعة عملت أربع مربعات وأنا عندي الماتريكس اللي كان في كام؟ يبقى في الحالة دي لازم أعمل عملية زي التحسين كده عشان أخليها خمسة تبقى لازم دي قد دي. طب أعمل إيه؟ قريت الهنجري بيقول إيه؟ ركز بقى معايا اللي قريت عليك في الحتة اللي جاية. أمسح عليك؟ ركز معايا اللي قريت عليك. القيم ركز معايا. اللي ما اتحذفتش القيم اللي ما اتحذفتش اللي هي بتنشطها واحد واحد سبعه واحد سبعه اثنين سبعه خمسه هي دي القيم اللي ما اتحذفتش. خد اقل قيمه فيها واحد واطرحها من دول اللي ما اتحذفش. يبقى اقل قيمه واحد اطرحها. تعالى نطرحها يبقى ده هيبقى كام؟ ده زيرو. ها؟ زيرو. تمام. ستة زيرو. ها؟ ستة واحد. يبقى أخدت أقل قيمة في الخلايا اللي ما اتحذفتش. أقل قيمة طرحتها من الباب. طب أقل قيمة دي اللي هي كانت واحد ضيفها على التقاطعات. ضيفها على مين؟ أولاً ده متقاطع مع ده في النقطة دي. طب ده اتنين هيبقى كام بقى؟ هيبقى تلاتة. يبقى النقطة دي هتبقى تلاتة. فين التقاطع تاني؟ هنا. ودي تبقى كام؟ سبعة. يبقى دي تبقى تمانية. ودي تبقى سبعة. هل في تقاطعات تانية؟ مفيش تقاطعات غير دي ودي ودي اللي هي تقاطع صفوف مع أعمدة. الباقي نزله زي ما هو، يعني إيه؟ دي تنزل زي ما هي، زي ما هي، زي ما هي، زي ما هي. يبقى اتنين أربعة صفر كده. ها؟ دي تنزل زي ما هي زي ما هي زي ما هي زي ما هي. اثنين صفر صفر خمسة. ها؟
دي مش فيها تقاطعات انزل زي ما هي، دي مش فيها تقاطعات انزل زي ما هي، مش فيها تقاطع تنزل تنزل صفر سبعة، ها مش فيها تقاطع ولا فيها تقاطع يبقى تنزل صفر أربعة. يبقى تاني أقل خلية في اللي ما اتحذفش تطرحها من الفاضي من دول التقاطعات، زود عليها الخلية الأقل اللي مش عليه تقاطع ينزل زي ما هو، اللي محذوف ده ومش عليه تقاطع ينزل زي ما هو زي ما هو زي ما هو زي ما هو. ماشي دكتور، اطرحها من مين؟ القيمة أقل قيمة أقل قيمة اطرحها من دول من اللي هم مش مشطوبين. ماشي اطرحها من دول، أقل قيمة اطرحها من دول وضيفها على التقاطعات. ضيفها على مين؟ التقاطعات والباقي يجي. فهمت كده؟ طيب بعد كده نعمل نفس العملية بتاع مين؟ نيجي على الصف الأولاني نشوف في كم صف. الصف الأولاني في كم صف؟ واحد. نيجي على مين عليه؟ نحسب مين؟ كل العمود بتاعه. العمود بتاعه. الصف الثاني في كم صف؟ واحد. نعلم عليه؟ واحد. نحسب العمود بتاعه. الصف الثالث في كم صف؟ سكيب. نعمل نقول بعد. الصف الثالث. سكيب. الصف الأخراني؟ واحد. واحد. نعلمه واحذف العمود بتاعه زي ما عملنا على الصفوف. نعمل على مين؟ العمود الاولاني محذوف. العمود الثاني فيه كم صف؟ نعلم عليه واحذف الصف بتاعه. نحذف الصف بتاعه. العمود اللي بعده فيه كم صف؟ صفر. واحد. العمود ده فيه صفر واحد لان ده محذوف. نعلم عليه واحذف الصف بتاعه. يحذف الصف بتاعه. في اصفار ثانيه؟ لا كل الاصفار غلط. طب انا عندي كام سكوير بقى؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة. يبقى طلع خمسه بيساوي خمسه. يبقى هو ده الاوبتيمال سوليوشن. يبقى في الحاله دي الجوب رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه ورقم خمسه. الجوب رقم واحد احسن حاجه ليها كام؟ الاوبريتو رقم كام؟ طب الاوبريتو رقم خمسه في المساله كان بكام؟ سبعه. ارجع بقى للمساله الجوب الاولانيه احسن حاجه ليها نروح للايه؟ للوظيفه رقم خمسه. يبقى الجوب بتاعتها الاوبريتو بتاعها المفروض ياخد الاوبريتو سبعه. طب الجوب رقم اثنين احلى وظيفه ليها كام؟ واحد. طب الوظيفه رقم واحد كان بكام؟ ست. طب الجوب رقم ثلاث كان احلى حاجه ليها كام؟ الاوبريتور ثلاثه. الجوب رقم ثلاثه كانت الاوبريتور ثلاثه ليها كام؟ سته. طب الجوب رقم اربعه احلى حاجه ليها كام؟ اثنين. طب اثنين كان بكام؟ تسعه. طب الجوب رقم خمسه احلى حاجه ليها؟ اربعه. ما تجيش واحد يقول لي ايه؟ طب ما ناخد الاقل في كل حاجه. لا مش هينفع. ما هوش خلاص. طب شوف الجوب رقم خمسه. خدت مين؟ عشان العمود يا دكتور. عشان العمود يا دكتور اصلا. ها؟ يعني اول واحده احنا خدنا السبعه فخلاص العمود الاخير كله راح خلاص. اه. وتاني واحده خدنا السته فخلاص العمود الاول راح. ايوه. مش هينفع استخدم السبعه ده. وبعد كده الثالثه خدت السته فالعمود اللي في النص كله راح. وبعد كده خدت التسعه اللي في الثانيه عشان العمود التسعه اللي في الاخر راح. وبعد كده خدت ال10 عشان كانت اقل حاجه ده. انا هشوف مسائل ثانيه دول كانت هتلاقي ماشي معاك بالشكل ده. ما شغلتش الوقت. يعني مش دايما تمشي معاك بالشكل ده. طيب. بعد ما وصلنا للكلام ده يبقى التايم بقى اللي احنا عايزين نجيبه التوتال تايم بقى بتاعه نجمع الاوبريتور دول نجمعهم يبقى هو ده الحل بتاعي. 13 و15 يبقى 28 و10 يبقى كام؟ يبقى 38 هاورز. ده اللي هو التوتال ايه؟ التوتال تايم. بالانس كان بيديني عدد صفوف بس هو عدد اللي عملها وكانت المساله بالانس والدنيا حلت. طريقه العمليه بتتلخص في ايه؟ اول حاجه نجيب مين؟ رول ريدكشن. بعد كده اللي يطلع نعمله مين؟ رول ريدكشن. بعد كده نغطي الاصفار. طب نغطي الاصفار ازاي؟ نيجي على الصف اللي فيه صفر نحسب العمود بتاعه.
لو في صفرين اروح للصف اللي بعدين، وبعد ما عملت العمليه دي على الصفوف اعملها على مين؟ اذا طلع السكوير اللي انا عملته اقل من عدد من الماتريكس اللي عندي يبقى لازم اعمل تحسين. تحسين بعمله ازاي؟ اخد اقل قيمه من اللي ما اتحذفتش واطرحها منهم واضيفها على التقاطعات زي ما عملنا ده، وبعد كده اعيد نفس القرعه تاني. فهمنا الاسايمنت؟ تعمل دي برضه نفس الرص السؤال واحد، يعني رص السؤال هو فلما ابص انا عندي كام صف؟ 6. عندي كام عمود؟ 5. يبقى دي 11. لازم انا اخلي عدد الصف العدد اللي اعمله، فانا بضيف انا من عندي ده بقى العمود السابع اسميه البي اي اللي هو السيت بتاعي، واحط هنا 0 0 0 0 0 0 عشان احول المساله لمين؟ كده اصبح البالانس. طيب بعد ما عملناها بالانس نبدا نشوف بقى خطوات الايه؟ خطوات الخلق رول ريدكشن كله مين؟ طبعا الرول ريدكشن مش هيفرق، هتبقى هي هي لان كله هنا اصفار اصفار اصفار، فانا لما اطرح خلاص هطلع صفر من اي حاجه هتنزل زي ما هي. يبقى الرول ريدكشن زي ما هي. يبقى هنا هجيب بقى مين؟ كله مين؟ تعال نشوف الفول ريدكشن اللي جاي. زي ما لا اضيف عليهم بقى
اللي مسك الموبايل صفر واحد برضو. الصف الاخراني ده برضو فيه صفر واحد لان احنا حاسين ده. نعلم عليه ونحسب العمود بتاعه. بعد ما عملنا الكلام ده على الصفوف تعالى نعمله على العمود. العمود الاولاني والتاني والتالت احنا اساسا حاسبينه. العمود ده فيه صفر واحد. علم عليه. نعلم عليه. الصف بتاعه. ونحسب الصف بتاعه. العمود ده فيه صفر واحد نعلم عليه ونحسب الصف بتاعه كده احنا غطينا الاصفاف كلها او ستة معنا ستة بيساوي ستة يبقى ستة بيساوي ستة يبقى الاوبتمال ازاي يبقى نكتب هنا الجوريتر وهنا الجوب بتاعتنا او الجوب والاوبريتر ها الجوب هنا الاوبريتر الواحد او الجوب الاولانية والشوب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. ها الشوب أو الأوبريتور الأولاني هياخد أي وظيفة؟ أربعة. أربعة. واحد مع أربعة. واحد مع أربعة اللي هي كانت كام؟ أربعة. شروط. لا. هنبقى دي مع اثنين. هنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة خد دي كام؟ أربعة 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 خد كام؟ أربعة أربعة واحد أربعة اثنين أخذ أربعة أنت كام؟ اثنين أخذ أربعة أربعة دكتور أربعة واحد خدت أربعة برضه؟ واحد أربعة واثنين أربعة ماشي ثلاثة خدت كام؟ صفر 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 ها؟ أربعة عشرة أربعة عشرة عشرة أربعة خدت تالت واحدة عشرة عشرة أربعة خدت تالت أنا بوصص هنا معلش خامس واحدة اللي هي ست طيب وخمسة خدت كام؟ ست تالت واحدة اللي هي ست تمام تالت واحدة اللي هي تمانية تالت واحدة اللي هي تمانية اجمع دول بقى
لما تكون restricted balance assignment problem. يعني ايه restricted balance؟ يعني يكون عدد الصفوف قد عدد الاعمده بس يجي لي كونديشن.